للنساء اللي عندنا في العدول عندنا 293 امرأة من 3293 عدد، أي بنسبة 9%. حيت جات الملك في 2018 سمح بولوج النساء للعدل، داز امتحان ديال المباراة وهي نجاح 692 مترشح، منهم 692 ترشحوا ونجحوا، منهم 277 امرأة، أي بنسبة 40%. صغير تحل الباب، حيت تحل الباب هي كاينة المناصفة، باقي مازال ما وصلنا للمناصفة 40%، خصنا نمشيو فيها أكثر. لذلك أنا أعتقد أن ولوج المرأة، والآن الحمد لله أن ولوج المرأة كاين واحد المجموعة تاع النساء اللي غادي يولجوا، سواء الحاصلات على الدكتوراه الآن والحاصلين على الدكتوراه، هذا نقرا في وزارة العدل باش نولجوهم وزارة العدول، لأنه الحاصل على الدكتوراه والدكتوراه ما كيحتاجوش امتحان، كيحتاجوا غير واحد اللقاء شفوي بينهم وبين المسؤولين باش نشوفوهم عن قرب، ثم أن ذاك نقرروا يلحقهم وغادي نعلنوا عليها في القريب العاجل، أي غالبا شهر 3 وشهر 4 غادي نفتحوا لهم المجال باش نوظفوا هذوك الدكاترة الذين يريدون وجه العدول، وفيهم دكتورات ودكاترة مؤنث وذكر. ثم كذلك نريد كذلك باش نعطيو للمرأة العدل نفس المكانة اللي عندها ونفس الاختصاصات ونفس كل شيء، فلا تفاجأ إذا ذهبت إلى عرس وجدت عدلتين جالستين يكتبان عقد زواج بين امرأة ورجل. شكرا. شكرا سيد وزير.